هنتكلم بقى على واحده ار ان ايه، يعني نتدلع كده كل مره، واحده ار ان ايه واحد دي ان ايه. الار ان ايه اسمها اللي هي انفلوب، برضه انفلوب فيروس، والكور بتاعنا ار ان ايه. الانفلوب فيروس ار ان ايه ده اسمه ميكسو فيروس. ميكسو فيروس، الميكسو فيروس ده نوعين، اورثو ميكسو فيروس وبارا ميكسو فيروس. الاورثو ميكسو فيروس هي الانفلونزا، وهزيد وعيد الانفلونزا دي فيروس، انما الهيموفيلس انفلونزا دي بكتيريا، ما تعملش فيروس، ما تعملش انفلونزا، ماهاش فيروس دي بتعمل الانفلونزا. الانفلونزا ثلاث انواع، A وB وC. الA infect both man human being and animals. الB infect human being فقط. الC query بتعمل ايه؟ بني ادم حيوان مش عارفين لسه، يعني لسه. طيب ايه الفرق اصلا بين الأورثو ميكسو فيروس والبارا ميكسو فيروس؟ هما الاثنين ار ان ايه، ولكن الأورثو ميكسو فيروس، ادي الانفلوب والكود، وادي الكور اهو اهو، ها الكور بتاع الأورثو سيجمنتد، اوعى حد ينسى بقى الكلمه دي، سيجمنتد حوالي 8 حتت، انما البارا عباره عن واحد بس، نوت سيجمنتد. يبقى دي حاجة مهمة جدا، اللي ايه الفرق بين الأورثو ميكسو فيروس والبارا ميكسو فيروس. الفرق الأساسي اللي يهمني ده سيجمنتد ده نوت سيجمنتد، خلاص. طيب الإنفلونزا دي بتعدي ازاي؟ باي دروبلت انفكشن، باي دروبلت انفكشن. واكتر وقت تعدي فيه ايه؟ قبل ظهور المانيفستيشن يوجوالي كل الميكس باي، معظمهم تعمل ايه بقى؟ تعمل سلايد فيفر كده، وبون ايك، ومايالجيا، مايو يعني عضلات، الاجيا يعني في وجع في العضلات، تمام. وبعدين تيجي الهيموفلس انفلونزا بقى، اللي هي جرام نيجاتيف باسيلايت، تبتدي تعمل لي الراينيتس والمننجايتس والفارنجايتس والبرونكايتس. لكن ممكن الفيروس انفلونزا يعمل فيرال نيمونيا، وده شديد جدا وخطر، فيرال نيمونيا. طيب ايه الحكايه بقى؟ الحكايه ان دي سنجل ار ان ايه بتاعها سنجل، اذا بتدي مناعه طويله مدى الحياه، انما ده سيجمنتد ما بتديش مناعه طويله. ليه دي بقى؟ هنبتدي نلعب كوتشينه مع بعض. ادي الكوتشينه اهي، وادي الكوتشينه اهي. بصوا بقى، شايفين الكوتشينه دي؟ دي كلها احمر، اوراق حمراء، ودي اوراق ايه؟ سودا. مفهوم؟ يبقى ده الار ان ايه سيجمنتد اهو، مقطع. اجي العبك كوتشينه شايب ولا حاجه، تقوم انت تاخد مني ورقه واخد منك ورقه. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ شايف دي عامله ازاي بقى؟ بقت احمر احمر وفيها واحده ايه؟ سودا، دي سودا سودا وفيها واحده احمر. طب اخد كمان ورقه من هنا واخد ورقه من هنا، يبقى هنا بقى في اتنين اسود والباقي احمر. يبقى ده اسمه ري اسورتمنت، يعني الترتيب اتلخبط. بعد ما كان معايا 8 ورقات حمراء وانت 8 ورقات سوداء، انت عمال تاخد مني ورقه وانا اخد منك ورقه، انت تاخد مني ورقه، عمال الحكايه تلخبط عندي. فهي دي اخطر حاجه في الانفلونزا. ايه هي اللي بنسميها؟ ري اسورتمنت. ايه الري اسورتمنت؟ ادي فيروس انفلونزا وادي فيروس انفلونزا، ده سيجمنتد وده سيجمنتد اهو، خلاص. انا اتعديت بدي ودي، ابص الاقي واحده جت كده هنا وواحده جت هنا، اتنين جم هنا اتنين جم هنا،
يبقى الاقي بعد كده ان ده بقت عامله كده ودي عامله كده، يبقى ايه؟ جاء نوع جديد من الانفلونزا. يبقى الانفلونزا دي غير دي. دي بنسميه ايه؟ انتيجينك شيفت انت دريفت. يعني ايه دريفت؟ يعني اتاخد مني ورقه هنا اهو عندي وانا اديت ورقه، يبقى حاجه بسيطه كده. يبقى دريفت يعني ماينور تشينج. لكن في انتيجينك شيفت، ده راح واخد معظم الورق بتاعي واداني معظم الورق بتاعي، يبقى ده اسمه شيفت، حصل تغيير كامل. اقول لكم اسهل حاجه عشان ما تنسوش في الانفلونزا. دلوقتي الوزاره بتاعتنا، رئيس وزراء ووزاره ووزير لكل منطقه، وزير الصحه، وزير التربيه والتعليم. بصينا لقينا وزير التربيه والتعليم مثلا، وزير الصحه، الشخص قصر في شغله فشلوه وجابوا وزير تاني، يبقى ده دريفت. ده دريفت. انما لما يشيلوا الوزاره كلها ويجيبوا وزاره تانيه يبقى ده اسمه شيفت. يبقى في انتيجينيك شيفت وفي انتيجينيك دريفت. وده اعرفه ازاي؟ ان الانفلونزا فيروس اللي هو الارثو او الباراميكسو بقى عليهم تو ريسبتورز. ادي ريسبتور مشروم وادي صاروخ. المشروم ده اسمه نيورامينيديز ريسبتور، وده اسمه هيم اجلوتينيتنج ريسبتور. ايه دول بقى؟ تعالوا نشوف نيورامينيديز دي، ايه رايكم في نيورامينيديز دي؟ تبتدي بحرف ايه؟ ان، وهيم اجلوتينيشن اتش، فبنسمي الانفلونزا ان كذا اتش كذا. يعني ان واحد اتش واحد، ان 3 اتش 2. يبقى ده انواع حصل فيها دريفت او شيفت، يبقى دي انواع انفلونزا. يا اخواني لما اهاليكم اللي ما درسوش طب او اصحابكم اللي مش بتوع طب يقول لك يعني ايه الانفلونزا اللي عندنا في مصر ان 1 اتش 1؟ نقول له يعني نيورومينيديز 1 وجلوتينيشن 2 ريسبتورز. اتلخبطت، راح شويه هنا وراح شويه هنا. طب عايزين نعرف بقى كل واحد اهميته ايه. النيورامينيديز، تعالوا على الانفلونزا، دروبلت هتخش على الميوكس ممبرين، الميوكس ممبرين ويت وفي سكريشن هتتزحلق. لا هي عاوزه تعمل انفكشن، يروح طالع النيورامينيديز يعمل خربشه في الميوكس ممبرين بعد ما كان جريزي وبعد ما كان ويت وعمال السكريشن ينزل عليه زي الفل، ابتدى يتخربش، فتبتدي تقعد عليه بقى وتروح مدخله الكور ويتم الريبليكيشن زي ما شرحتها في الجنرال فيرولوجي. يبقى دي هي اللي بتثبت الفيروس على الميوكس ممبرين، عشان كده سميتها ميوكو فيروس، ميكسو فيروس، يعني الفيروس اللي بيحب الميوسين، اللي بيعمل انفكشن في الاريا اللي فيها ميوسين، ميوكس ممبرين. خلاص؟ اما بقى الفيروس يروح داخل عن طريق الهيما جلوتينيتنج ريسبتورز بالطريقه بتاعتنا اللي احنا قلنا بنتريشن ثم انكوتنج والحته اللي احنا قلناها دي. طيب ده حاجه جميله قوي. طب انا جالي انفلونزا اعمل ايه؟ اول حاجه ادي بروفيلاكسس وقايه للناس بكوادري فاكسين. كوادري فاكسين يعني فاكسين في اربع تشكيلات، ان 1 اتش 1، ان 3 اتش 2، ان 1 اتش 1 اتش 2، ان 2 اتش 1، وهكذا. اربعه المشهورين اللي جايين السيزون ده. خلاص؟ يبقى ده اسمه كوادري فاكسين. ده ليفنج اتنيويت، انما في كيلد فاكسين. كوادري فاكسين ده بناخد نقط كده بيعمل لنا شويه رياكشن وسخونيه وبتاع ويبقى عندنا مناعه من اللي موجودين في مصر. انما في مشكله. ايه هي المشكله؟ واحد جاي من السعوديه في ساعه ونص ولا ساعتين بالطياره وجايب تشكيله من هناك، حكومه ثانيه من هناك، يعني ما عندناش التشكيله دي في الفاكسين، ممكن يجي له. تمام؟ واحد جاي من لندن في خمس ساعات ولا خمس ساعات ونص بعد ما يخرج ويبوس الناس ويكح في وشهم، ده جاي بتركيبه جديده، يبقى الفاكسين مش هينفع. وبعدين اوعوا تتهموا مصر، لان تحيا مصر. هتقولوا ده احنا غدا الفاكسين وعينا، يا اخواني ما انتوا جبتوا فاكسين، جبتوا سترين نوع جاي من السعوديه، جاي من الكويت، جاي من
امريكا جاي وكله بيجي في ساعات بالطياره. الرابيد ترانسبورتيشن خلت الفاكسينات ما تبقاش افيشنت 100%. طب انا عاوز اعالج العيال اللي هيموت مني. امانداتين، في دراج اسمه امانداتين. الامانداتين ده بيوقف الاورجانيزم انه يعمل خربشه في الميوكس ممبرين نيورامينيديز. تمام؟ وادويه كتير قوي كلها امانداتين، كلها نفس التركيبه، ودي بتمنع ده لو واحد بقى جاله سيفير انفلونزا وتعب جدا. فهمتوا دي؟ ها؟ طب لما بيجي انفلونزا الخنزير ولا انفلونزا الطيور، هو كده انا بربي خنزير وعيد بالانفلونزا، والخنزير جاله خنزير انفلونزا، الاثنين قابلوا بعض، ده راح ده وده راح ده، يبقى عملوا لي نوع جديد في الخنزير يبقى اسمه انفلونزا الخنزير. طيور ايفين نفس الكلام. فهمتوا؟ كله ري اسورتمنت، اعاده ترتيب الار ان ايه اللي سيجمنتد ده. طيب نيجي بقى للبارا ميكسو فيروس. البارا ميكسو فيروس دول في بارا انفلونزا، والانفلونزا بس اعراضها قليله ضعيفه شويه، وفي الميزلز، ميزلز يعني الحصبه، وفي المامس، المامس اللي هي نكاف. كل دول علاج، كل دول طريقه العدوى دروبلت، دروبلت انفكشن. دول بيدوا لايف لاستنج اميونيتي، الميزلز والمامس دي الايموني، ويجي تشايلد هود انفكشن لهم. يعني الاطفال لسه الصغيرين يروح المدرسه، الفصل مليان طلب، كله بيجي له انفلونزا، ممكن كله يجي له ميزلز، ممكن كله يجي له مامس. انفلونزا مش هتدي مناعه مدى الحياه لانها عماله في كونتينيوس انتيجينيك شيفت ودريفت وري اسورتمنت. طيب الميزلز ده هي لها فاكسين، والمامس نفس الفاكسين، وفي بقى واحده اسمها روبيلا، بس دي خلي بالكم انها مش مجموعه ميكسو فايروس. روبيلا يعني الحصبة الألمانية، دي الحصبة العادية. هتقولي يا دكتور شريف انا جت الحصبة مرتين، وانت بتقول ان الحصبة دي بتعمل مناعة مدى الحياة وعمري ما هعيا بيها تاني. اقول له بأمارة ان زمان كانت العائلات تخلف عيال كتير قوي، لو واحد فيه وجاله حصبة يقولوا له خش العب مع اخواتك. ليه؟ عشان بقى كلهم يتعدوا مرة واحدة والقعدة واحدة وياخدوا مناعة مدى الحياة. لا احنا بقى مش هنقعد نقول لهم كده، نقول لهم لا خدوا MMR فاكسين. ميزلز اهي، مامبس اهي، روبيلا حصبة الماني. بقى الحصبة الالماني زي الحصبة العادية، بس الحصبة العادية مور سيفير اتاك. تيجي ازاي؟ أول حاجة، أولا طريقة العدوى خلي بالكم إنها بتيجي قبل ظهور الأعراض، يعني الولد بيروح المدرسة، ده أكتر وقت بيعني بري كلينيكال تايم، قبل الايه، او يعني نقول في الانكيوبيشن بيريود، ساعه ما دخلت لزها وهتبتدي تظهر الاعراض. لا ده مش معدي قوي دلوقتي، لكن قبليها كان معدي جدا. مفهوم؟ طيب الحصبه تظهر كده، وبعدين ايه؟ تلاقي الواد كده عنده لاكريميشن، عمال يعني تدمع، وتلاقوه كده ايه؟ زي ما يكون محشش كده، يعني ميزرابل لوكينج. ده الحصبة لغاية دلوقتي محدش شخصها. عارفين بقى تتشخص ازاي بعد كده؟ بعد كده بيحصل ماكيولو بابيولار، قلنا ماكيولو يعني نقط، وبابيولار يعني مرفوعة، ماكيولو بابيولار ريد راشز في الصدر، ورا الودان، في القفا، في الظهر. مفهوم؟ طيب انا عاوز اشخصه بدري، اصل الواد هيروح ياخد، تاخد امه وعيني اللي مش دكتوره، وتروح لدكتور الاطفال تقول له الواد سخن وعنده راننج نوز. راننج نوز يعني رشح، مش مناخيره بتجري وبيجري وراها، لا، راننج نوز يعني مليان رشح وسخن ومش عاوز ياكل وتعبان كده وقرفان. ممكن الدكتور لو ما خدش باله يقول لها انفلونزا، هتروح على انها انفلونزا، بعد يوم او اتنين يظهر
الراشز الحمراء دي اللي قلنا ماكيلو بابيولا ريد راشز، تقول ايه الدكتور ده كان حمار ايه، دي حصبه، ده الواد حصه تمام. فهو احسن حاجه يعمل ايه، يفتح بقه ويشوف الميوكس ممبرين بتاع التشيكس ان فرونت اوف ذا سكند مولر، يلاقي فيه نقط بيضاء، نقط بيضاء جواه كده، دي هذه النقط البيضاء اللي اهي اسمها كوبلكس، كوبلكس سبوتس. يبقى الدايجنوز بتاع يا ستي ده ابنك هيحصل، هيحصل ازاي يا دكتور؟ ما فيش نقط حمل هتظهر بعد يومين ثلاثه، تروح ظاهر بقى تقول لك يا ولد حته الدكتور ما حصلش. خلاص؟ بتعدي ازاي؟ دروبلت. يبقى الدكتور اللي بيكشف عنده مناعة طبعا، ما تجيلوش دكتور السنان اللي مقرب ناحيته عنده مناعة، مناعة جات له منين؟ من الام ام ار اوعي بيها وهو صغير. اي واحد فيكم ما خدش الحصبة ولا النكاف المامس اللي هو باروتايتس يعني الغدة البارود تورم وتسخن وتدي مانيفستيشن وحشة، لازم يروح ياخد الام ام ار. ليه؟ لان الميزلز ده هي تي راتوجينيك، يعني تعمل كونجينيتال ابنورماليتي في الطفل، يتولد عنده كاتراكت ميه بيضاء في عينيه، يتولد عنده بيتنت داكتس ارتيريوزس يعني الاوريكل والفنتركل مخرومين بخور، ممكن يبقى مونجول، ممكن يبقى داونز سندروم. فده كل ده مشاكل جامده جدا، اذا هو تيراتوجينيك. كذلك الروبيلا تيراتوجينيك. اذا اي واحده بنت لازم تبقى عارفه ان هي عندها مناعه من الميزلز والمامس قبل ان تتزوج، والا هتجيب عيل عنده كونجينيتال ابنورماليتيز اللي انا قلتها دي. والعلاج الوقايه خير من العلاج، سهل قوي. ام ام طب الحصبه بتيجي فين بقى؟ تعمل في العين كونجكتيفايتس ونقط كومبلكس سبوتس. اذا ممكن العيان يعمى طفل، بتعمل كومبلكس سبوتس في الانتستين، تعمل دايريا واسهال وتعمل دوشه في جميع انحاء الجسم. فزمان بقى زمان ها كان اهالينا بيعملوا ايه؟ بيقعدونا في البيت وينوروا نور احمر، لمبه حمراء ليل ونهار. ليه؟ عشان اللمبه الحمراء دي عيني هتعملها اكوموديشن، لا هتقعد تقفل ولا الايرس يعني الحدقه لا هتقفل. انتوا عارفين لما في نور بينور قوي الحدقه دي تقفل، لو النور ده اتطفى الحدقه توسع توسع. فانا لو فضلت اعمل فيه كده وتوسع وهي فيها سبوتس كومبلكس سبوتس ده ايه؟ هتروح قاطعه وتعمل بلايندنس او اوباسيتي. اذا دي حاجه، اول حاجه بيعملوها اهالينا اللون الاحمر ده. تاني حاجه بيدوا حقنه شرجيه عسل. ليه؟ عشان تعمل سوزنج للانتستين. فلو الولد ده اكل حاجات ناشفه ممكن تخرج مسارين. انما بيلبس احمر في احمر دي بقى انا ما اعرفهاش يعني. فكان تملي كده عنده حصبه يلبس احمر في احمر، يقعد جايز بيعلموه اللي لابس احمر في احمر عنده حصبه، يقعد في اوضه فيها نور احمر، ما ياكلش غير سوائل، ويتعمل له حقنه شرجيه بعيد عن النكهه. تمام؟ يبقى دي الميزلز. المامز باروتايتس. يبقى اول يونيلاترال كده، وانت عارف ان الباروت الجلال فاتحه جوه تروح عاديه الثانيه، يبقى باي لاترال فيفر والكلام ده. مشكلتها لو جات للكبار، مشكلتها لو جات له تعمل ايه؟ اذا كان ميل، إذا كان ميل ده كبير ميل، تعمل أوركايتس التهاب في الخصية بقى، وجع ابن لذينة، ويعملوا له حامل للخصية دي، ويمكن يعمل استريلتي عقد. للفيميل أو فرايتس التهاب في المبايض، لدرجة إن بعض الجراحين يقول لك ده زايدة ويفتح ما يلاقيش حاجة، يلاقي إيه؟ التهاب في المبيض. يبقى الست دي عندها مامس، خلي بالكوا في الكبار. الاثنين بقى يعني ممكن يجي للميل او الفيميل بانكرياتايتس التهاب في البنكرياس، ودي حاجه سيئه جدا. بانكرياتايتس فهم كاتبين كده ذا مين كوز اوف بانكرياتايتس ان يوروب اند امريكا از الكحول، اللي بيشربوا الخمور بيجي لهم التهاب في البنكرياس.
But in Muslim countries, the main is mumps virus. خلاص؟ فهمتوا؟ شكرا. نتكلم برضو على واحد تاني RNA virus envelope. اسمه ريترو فيروس. مهم جدا. ريترو فيروس ده انواع كتيرة قوي، اهم واحد فيهم اسمه هيومن اميون ديفيشنسي فيروس HIV. ايه الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس ده؟ بيعمل الايدز اكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم. يبقى سبب الايدز هو ريترو فيروس اللي هو ال HIV فيروس. هذا الفيروس له تو انفلوب، تو انفلوبس، واحد جلايكوبروتين 120 والتاني جلايكوبروتين 41. وبعدين الكور بتاعه فيه بروتين 24. دول التلاتة بروتينز اللي كان بي ديتكتد ديورنج انفكشن، عشان نبقى عارفين بقى 120 41 ايه 24. ادي اربعه ودي الاربعه، واحد هنا اثنين هنا. خلاص؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ اولا ازاي الواحد بيجي له الاتش اي في فيروس؟ هقول لكم الاتش اي في فيروس ده كان منتشر جدا وفيروس ضعيف جدا في المانكيز في القرود. فابتدت الهيومن بينج بقى في افريقيا تروح بقى تصطاد القرود والقرود تعضها وتخربشها، والفيروس ده فيري ويك فيروس في عندهم، يتنقل للبني ادم بقى شرس جدا جوه البني ادم، ويروح يعمل اميون ديفيشنسي عن طريق مهاجمته او حبه الشديد للسي دي 4 اللي هي تي هيلبر سيلز اللي هي المايسترو. لازم الانتيجين لما بيجي ويخش الانتيجين بريزنتنج سيل ويطلع على الميجور هيستو كومباتيبلتي سوى 1 او 2، لازم الايه؟ التي هيلبر تبتدي هي اللي تشتغل الاميون سيستم. جميل. يبقى الواي اوف انفكشن ايه؟ الواي اوف انفكشن بلاد اند فلويد سكريشنز. فلويد سكريشن دي دخلنا على انها سكشوال. البلاد بقى خده بقى، يعني اعزف في البلاد، بلاد ترانسفيوجن، رينال دياليسيز مش نظيفه، بربر الحلاق، عشان كده كل واحد لازم يكون عنده مكنه حلاقه، لازم الحلاقه، الحقن الادكس، كل واحد عمال ياخد حقنه حاجات من المخدرات، والراجل اللي بيدي الحقنه ده راجل لا ضمير له، نفس الحقنه نفس الحقنه ممكن تنقل. تبص تلاقوا في الريف يا عيني حلاق صح قاعد لي على كرسي ومرايه مكسره ويقعد يحلق للعيان او يطهر ابنه او 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 بحاجات كلها انفكتد. ده اول حاجه بقى اللي هو الايدز ده. لكن الهيباتيتس بي وسي ودي كل ده بيجي عن طريق البلاد والفلويد، البادي فلويدز. طيب ايه اعراضه؟ بيمر بايرلي ستيج وميدل ستيج وليت ستيج، نحفظهم كده. ايرلي ستيج بتيجي بعد اربع اسابيع، يبقى دي ايرلي ستيج. الايرلي ستيج ده بيحصل ايه؟ بيجيله فيفر، يبقى الفيروس بقى راح على تي هيلبر وابتدى يخرج ويعمل مانيفستيشن فيفر، سور ثروت، حرقان في زوره، سيفير بون ايك اند ماسل ايك، وايه ونوزيا وشويه لوس اوف ويت خفيف كده. وبعدين يروح داخل على الميد ستيج. ايه الميد ستيج دي بقى؟ الميد ستيج ده يبتدي الفيروس يقعد جوه الخلايا. الخلايا دي مين؟ تي هيلبر اللي هو سي دي 4، المونوسايتس والماكروفاجيا، ويقعد بيستخبي جوه بقى. فالايه؟ الجسم يبتدي
يبتدي يعمل سي دي 4 بكمية كبيرة ويبقى اسيمتوماتيك، العيان ما عندوش أي أعراض بقى، يعني ما جات له الأعراض الأولانية لأن إيه حصل له فيفر وبتاع وحصل له ريبليكيشن أوف فيروس إنسايد ذا تي هيلبر وابتدت الأعراض تطلع والتي هيلبر تقل لأنها عمالة تتكسر، يا إما الأبوبتوزس غالبًا، وبعدين يبتدي الميد ستيج اللي هي الفيروس يكمن جوه بقى، يبقى ليتنت فيروس زي الهربس فيروس ليتنت مستخبي، تقوم تبقى تدي فرصه للتي هيلبر ان هي تزيد. وبعدين ليت ستيج بقى الاخرانيه بقى ان الفيروس بقى يروح خارج بكميه كبيره قوي، يعني هو خارج بكميه قليله فعمل شويه المانيفستيشن دي، كمية كبيرة جدا التي هيلبر ما تقدرش تبقى كومبليتلي ديسترويد تقريبا بالابوبتوزس وتبتدي تظهر اعراض الايدز. بتاخد قد ايه بقى؟ من 7 ل 11 سنة. سنة دي ايام او اسابيع. خلاص؟ ايه اهم مانيفستيشن للايدز؟ الاتش اي في. اهم 2 مانيفستيشن، واحدة فيهم كابوسي ساركوما. كابوسي ساركوما يعني كانسر في البلاد فيزلز على السكين، اسمها كابوسي ساركوما، ويجي له اوبورتيونستك انفكشن. يعني ايه اوبورتيونستك؟ يعني البكتيريا اللي كانت حلوه واموره اول ما لقيتني وقعت الجهاز المناعي بتاعي وقع بقت انتهازيه، منها بكتيريا زي التي بي، منها فيروس زي يجيله هيربس زوستر مش سايتوميجالو الحاجات دي كلها، وزي الفنجس اللي هي الكانديدا هناخدها طبعا، والمايكروسبورا. تمام؟ ادي الحاجات اللي بتبتدي تظهر على العيان بعد 7 ل 11 سنه. لا يمكن اللي جاله فيروس اتش اي في انه ايراديكيتد من جسمه، مش هيخرج. ده في مصيبة تانية، المونوسايتس وهي ماشية هي والماكروفاج ممكن يروحوا للبرين، للليمف نودز، للبون مارو، تفضل طول ما هي ماشية عمالة ترمي جتتها على الليفر تحط شوية فيروس، يبقى ده بيعمل ديسيمينيشن للفيروس. سهل ليت ولا صعب؟ تعالوا بقى على الدياجنوز. الدياجنوز بتاعي أهم حاجة ان انا تو ديتكت الجي بي 120 او الجي بي 41 عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الإلايزا، عن طريق ويستر بلوت ميثود، دي ديتكت على طول، تطلع على طول البانز اوف بروتينز جلايكوبروتين 120 أو جلايكوبروتين 41، أو أدور على الكور اللي هو بروتين 24. دول the confirmatory test of AIDS. لكن ممكن إيه؟ ممكن أجيب الكلية وأجيب الطلبة وأدور على HIV antibody. لا ده مش أي واحد عنده HIV human immune deficiency syndrome antibody يبقى عنده. لا ده سكرين بختار كده، يعني مثلا 2000 طالب يطلع لي 2 طلبة، لا فبروح بقى ادور عندهم على دول، لو لقيتهم يبقى تيبيكال عنده ايدز، فكده ما عندوش ايدز. مفهوم؟ طيب ايه تركيب الاتش اي في فيروس؟ عبارة عن كوت وكور وتو انفلوب. الكور ار ان ايه؟ دي مهمة بقى اللي جاية دي، معاه ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم، يبقى ده ار ان ايه. يقوم الريفيرس ترانسكريبتيز بعد ما الفيروس يخش جوه السي دي 4 يروح داخل كده، يقوم يحول الار ان ايه الى دي ان ايه، يبقى تحول الى دي ان ايه بعد ما كان ار ان ايه. مين اللي عمل الحكاية دي؟ ريفيرس ترانسكريبتيز. وشركات الأدوية بقى بالمليارات بتدفع عشان توقف الريفيرس ترانسكريبتيز ده، يوم ما يحولوش إلى دي إن إيه.
وليس هناك نجاح واضح. خلاص اول ما يتحول الى دي ان ايه بيروح خارج وداخل جوه الدي ان ايه بتاعت النيوكليوس، يروح داخل لازق هنا اهو في النيوكليوس ويبتدي يدي اوامر بتكوين ار ان ايه اتش اي في ار ان ايه، ويروح واخد ريفيرس ترانسكريبتيز معاه ويروح طالع باي بادنج من الخليه ويبقى ده اتش اي في. نقول تاني، الفيروس مكون من كور واتنين انفلوب، الكور بتاعه ار ان ايه، هيفضل طول عمره ار ان ايه، اول ما يخش جوه الخليه ده بتاعت الهيومن بقى اهي تمام، يروح بايه الريفرس ترانسكريبتيز محول الار ان ايه الى دي ان ايه، الدي ان ايه يبقى لينير كده ثم يتحول الى سيركولر ويخش جوه النيوكليس وياخد له وقته بقى جوه، ها يطلع له فيروس 2 3 بس في الليتر بيطلع يعني كميه كبيره، وبعدين يروح طالع يقول له اعمل لي خليه اعمل لي ار ان ايه وياخد الريفرس ترانسكريبتيز من الخليه ويروح طالع تاني الار ان ايه ومعاه الريفرس ترانسكريبتيز باي بادنج، يعني الخليه مش هتفرع يخرج باي بادنج، لما الخليه تتملي فيروس جوه قبل ما يخرج بيحصل لها ابوبتوزس، تتخنق بيحصل لها ابوبتوزس جوه، فيبتدي التي سيل تقل، تي سيل كاونت تقل. يبقى لما انا اجي اشخص بعد الكلام ده كمان قلناه بقى ده تشخيص الجامد، اشخص اعمل ايه؟ الاقي المانيفستيشن اللي قلت عليها، ثانيا اعمل سي دي 4 كاونت اللي هي قليله خالص خالص، اعمل اميونو جلوبلينز الاقي الاميونو جلوبلينز قليله، الفيروس ده ضعيف جدا خلي بالكوا يعني، فده ديسترويد في الروم تمبرتشر في حدود 10 دقائق، يعني الدم ده لو وقع ده 10 دقائق ولا حاجه، لكن احسن حاجه ان احنا نغسل او ننظف ب 10% صوديوم هايبو كلورايد، صوديوم هايبو كلورايد، او اذا كان موجود في ميه اسخن الميه دي بدرجه 56 درجه لمده نص ساعه، يبقى ده يحصل ديستراكشن للفيروس. طيب علاجه ايه؟ علاجه ازت اي زد تي، ده بيوقف الترانسكريبتيز انزيم اللي احنا عمالين نقول ده عشان ما يحولش الار ان ايه الى دي ان ايه تمام. طب ايه هي البروفيلاكسيس ايديوكيشنال بروجرام، خلي بالكم يا جماعه كل واحد عنده مكنه حلاقه، ما اوعى حد يستخدم التوث براش بتاع التاني، لو رحت اي بلد فيها اتش اي في ما ونسيت فرشه الحلاقه بتاعتك او الموس الحلاقه او فرشه السنان وخرجت ورجعت ارميهم، لان ما تضمنش، لان الجماعه اللي عندهم الايدز دول بيشتغلوا في اي حته، ما تضمنش ان هو يكون يستخدمها ويجيب لك اتش اي في او انت. طبعا الاتش اي في كان انفكت ذا فيتس ديورنج ليبر، يعني في كونجينيتال ممكن يتنقل. دي كل المحاضره على الريترو فيروس اللي هو ار ان اي انفلوب نظام الانفلوب كمان واخد بالك، والريسبتورز بتاعته بيحب تروبيزم بتاعه، تروبيزم يعني حبه للسي دي 4 عن طريق الجلايكوبروتين 120.